قضية مروة هشام بركات بنت الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات. عايزة أطمنكم عليا وأقول لكم من خلال الفيديو دوت إن أنا اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد مرتكبي وقعة اختراق صفحتي على التواصل الاجتماعي. عايزة أقول لكم وأطمنكم إن الجهات المعنية حاليا في ملاحقة لمرتكب الوقعة ليتم محاسبتهم أمام جهات التحقيق والقضاء. وعايزة أقول لكم كمان ان كل اللي بيتنشر على صفحتي هو عاري تماما من الصحه، بما فيهم البطاقه الشخصيه اللي هم نشروها على صفحتي ملهاش اي علاقه تماما بيا. عايزه اقول لكم كمان رساله مهمه جدا، يا ريت تتحروا الدقه في نشر اي بوست بيتم تدوينه على الصفحه الشخصيه الخاصه بيا، علشان هو ما بيضرش ببنت الشهيد، هو بيضر بصوره بلدنا في الخارج، بصوره قضاء والتشكك في القضاء في الخارج. فأرجوكم يا ريت نتحرى الدقة، ما نساعدش الإرهاب، يا ريت نقف ضده، لأن البلد دي اتروت بدم شهدائنا، دم أبويا. شكرا جدا ليكم، أنا كويسة جدا، واقفة، ومفيش أي حاجة ممكن تهز بنت الشهيد.